يبدأ يعمل هجوميا، لم نشاهد في الأداء الهجومي كثيرا في الشوط الأول. رامي، رامي فايز في الطرف اليسر إلى تياغو، وهذا مهند، مهند يملك كرة يتقدم. تعود إلى المنهالي من الجبهة اليسرى، أحمد المنهالي، عرضية داخل المنطقة، الدفاع يبعد، ما زالت السهلية الآن في وضعية هجومية. إلى نذير بالحاج على القائمة الثاني، أخطر أخطر أخطر، الله الله، جول ثاني يأتي للشواهين، هدف ثاني للشواهين مع انطلاقات الشوط الثاني. الهداف من أي زاوية كانت يسجل، هو كذلك مهند علي، هو كذلك مهند علي. هنا نذير، يا سلام على النقلة، ما فيها راية، ما فيها راية، ماجد أمان كان كاسرا للتسلل. الله الله على استقبال، على الطاير دون تعقيد هذه المرة مهند علي، من أقصى الزاوية إلى أقصى الزاوية الأخرى، صعبة على شهاب، فيها ثاني الأهداف للشواهين، هدف الإطمئنان، هدف توسيع الفارق، هدف يعقد المهمة بشكل أكبر على الخريطيات الآن، يعقد المهمة بشكل أكبر على نادي الخريطيات، يجد نفسه متأخر الخريطيات بهدفين مقابل لا شيء، مع نقص عددي، مع طرد في صفوفه، بالتالي المهمة تصعب.